ماذا ينقص الآن شهاب الحبسي للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة؟ والله تقدم شهاب وتأهله حل إسبانيا شيء كبير، شرف كبير حلنا وحل السلطنة. حتى الحين ما في أي استعدادات، ما في أي دعم حتى الحين على أساس أن احنا نكمل مشوار شهاب حل القدام. شهاب يعني دائما متأثر فيها إن في بعض الرياضيين يشوفهم هو في السوشيال عن طريق التواصل الاجتماعي إن هم يعني يتمرنوا ويحصلوا ميزات أفضل منه بكثير. نعم. وهو منحرم من هذه الميزات. صحيح. وما يريد ما يريد يكون نفسهم، هو يقول أنا أريد أكون ربع من اللي هم يحصلوا. نعم. وراح يحقق النتائج. يعني متسابقين داخل السلطنة. داخل السلطنة وخارج السلطنة. نعم. حيرة. فنحن نتمنى إن يكون للشهاب خطة معينة، يعني يستثمر الولد على أساس إن الولد ناجح، هو متعود إنه يكون ناجح. نعم. فما يحب الفشل وجالس يصر على نفسه ويجتهد على أساس إنه يوصل. والجميع عارف من أيام هو عمره 9 سنوات ودخل أول حلبة قبل المركز الأول، عنده 49 ميدالية كاس، تحقيق فوز دولي، وحقق الرابع على العالم وبطولة الشرق الأوسط، قارع أبطال بمعنى الكلمة. طيب من هذه أخذ الهواية؟ من عندك أنت؟ والله شهاب جاي من فراغ. يعني شهاب يعني جاي من فراغ. لا يعني ما عندكم أحد في العائلة؟ أبداً هو أبداً. هذا الكابتن حمد الوهيبي بطل الواليات. نعم. هو اللي اكتشف الشهاب. نعم.